أنا كنت بعرف إنك رح تجي. سيداتي وسادتي الأعزاء، بيسعدني أخبركم اليوم عن افتتاح معرض للكتب القديمة والنادرة بهذا القصر، ويلي نحن قدرنا نحافظ عليها بفضل ألكسندر نيكولايفيتش دريموف. ألكسندر هو الشخص يلي ألهمنا لنعمل هالمعرض بهي الليلة. شكراً. أنا إيكاترينا الثانية، باسمي وباسم دولة روسيا العظيمة اسمحوا لي حيي ألكسندر نيكولايفيتش دريموف. يعيش 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 يعيش. شكرا شكرا. صح صح. ما عجبك العرض؟ انت طالبته للدكتور دريموف؟ فيك تقول هيك شيء. فيني اعرف شو اسم حضرتك؟ سفيتلانا سوموفا. معناتها سفيتلاناشكا. وأنا؟ ما في داعي تعرفني حضرتك فوسكو بوينيكوف. أوه، شعور حلو لما تكون غني عن التعريف وكل الناس اللي بتقابلهم بيعرفوك، وسهل تتعرف على الناس. أنا مو بس فعل خير، أنا رجل أعمال كمان. المي المعدنية تجارة مربحة. إيه، أنا شفت الإعلان تبعك منتشر بكل موسكو. بتعرفي شو؟ أنا سمعت شوية حكي عن الشخص اللي بسببه عمل هالمعرض. ما حدا جاب سيرته وهو سحب كل الأضواء لناحه. كل شي صار حسب الأصول، وساشا اشتغل كتير لحتى زبط موضوع هذا المعرض. يا حبيبة قلبي، انت ليش عم تضيعي معه أحلى أيام بحياتك؟ ليش؟ بنت مثل القمر وصغيرة، ليش حتى توقف بالدور وتنطره مع هالبنات ناتاشا وإلين وتاتيانا وغيرهم من الطالبات تبعه؟ لوين شردتي؟ ما بين معك شيء؟ دريموف متزوج وما بده يطلق مرته، الوضع عاجبه هيك. بس أنا قصة تانية تماماً. أنا لساتني أعزب لهلأ. اسمحي لي. أوه، ألكسندر نيكولايفيتش، عندك مانع إذا سرقت طالبتك الحلوة شوي صغيرة؟ بس هي بتكون مرتي على فكرة. عن جد؟ ليك أنا فكرت طالبتك لأنها صغيرة. بصراحة ما خطر لي إنها تكون مرتك. بدي استأذن منكم وآسف. بتمنى لكم السعادة بحياتكم يا شباب. سفيتا، شو اللي صار؟ ما صار شيء أبدا. بس أنا شايف إنك مزعوجة، شو اللي صار بالضبط؟ قولي لي. ألكسندر نيكولايفيتش. ثانية بس. سفيتا. روح، ما بدي أعطلك عن حديثك أنت وطالبتك. ما قدرنا نلاقي ولا شاهد، ما كان في حدا وقت الحادثة. مانو نابليون الحقيقي. شي أكيد هذا ممثل، هو كان عم يمثل دور نابليون جوا.
بالمعرض يلي بالقصر. وانتي من وين بتعرفي هالشي؟ لأني كنت بالمعرض وهو لساته مستمر، بس أنا طلعت أبكر بشوي. من الواضح أنه فتشوه بعد ما قتلوه، بس ما أخذوا شي على الإيميل، لا الموبايل ولا المصاري. وهويته؟ مو موجودة. نحن لازم ندخل على القصر، يمكن نلاقي شي يثبت مين هو بتيابه الحقيقية. بيّن شو سبب الموت؟ ضربة بالعين، يا أما شي سهم أو مفك. أي مفك. شكراً يا رينات. يمكن هاد؟ أيوة، طلع المتهم قدامنا، خدوها. لو سمحت لا تاخذني، عندي ابن عمره 5 سنين وعم يستناني. وبنتي عمرها 9 وما أنا جنبي لأنه في حدا قتل نابليون، واحتمال كبير تكوني أنت. يلا خدها. امشي على السيارة. فاديم رومانوفيتش، أنت بنتك بأستراليا؟ مزبوط، بس أنا ماني معه، تركوني وسافروا على أستراليا لأني بضلني بالشغل. وشو فيها إذا ضليت بالشغل؟ بكرة بتكبر وبتعرف، مبنى حلو كتير. مزبوط، هذا متحف ولا قاعة احتفال؟ هذا متحف وقاعة احتفال وفندق كمان بنفس الوقت. ايه، وهلأ شو رح نعمل؟ شو كنيتو لنابليون؟ بونابارت. برافو عليك، إلك عندي مكافأة. امشي يا بونابارت لنعرف شو عم بيصير. أنا بلغت الكل وقلت لهم ما حدا يغادر المعرض من هون. ما ايه لسه لقدام، بروح لحال. وانت هلأ فرجي الضابط تسجيلات الكاميرا. فاديم رومانوفيتش، خبروني حرك. تفضل. أنا يلي نظمت هذا المعرض والمديرة المسؤولة عن هذا القصر، فأكيد ما طلعت لبرا أبدا. عندك قائمة للضيوف؟ ايه أكيد عندي قائمة بأسماء كل الموجودين، بس ما في إلا شخص واحد إجا من دون دعوة. ايه ما وصلتني دعوة بشكل رسمي، بس أنا موجودة هون بدعوة خاصة من الدكتور دريموف. لأي درجة خاصة؟ أنا درست عند الدكتور دريموف. ايه أنا دعيت مارتا على المعرض، هي عم تشتغل عن موضوع عن هذا القصر، مشان هيك دعيتها لهون. بوقت المعرض أنت طلعت لبرات القصر؟ لا ما طلعت برا القصر. شخصية نابليون هو ديما ديمتري أداميدي. كل الممثلين اللي عنا بيتركوا غراضهم بغرف التبديل. هذا المعرض نعمل على حسابي الخاص، فطبعاً ما طلعت لبرا أبداً. طيب لاحظت حدا من الضيوف طلع لبرا وطول؟ لا أبداً ما انتبهت، بس كان في سفيتلانا مرته للدكتور دريموف، وبظن راحت على البيت. في حدا حط ليها المفك بشنطتي، يمكن تكون مارتا. مارتا سافيدفا؟ هي بعلاقة مع زوجك؟ وانت عم تنتقمي منها بهالحركة؟ لو بدي حاسب كل وحدة بيعمل علاقة معها خاصة فما رح خلص كل حياتي، بس مارتا اجت متأخرة على الحفلة، كانت حوالي وضلت واقفة وراي، وكنت معلقة جزداني على حرف الكرسي، وكان سهل تحط لي المفك بقلبه. أنا متأكدة أنه حطته بدون ما أنتبه له. ليش ما بتسأله؟ فكر بالموضوع، ليش لحتى أقتل هذا ديمتري أداميدي؟ أنا ما بعرفه، يعني هي كانت أول مرة أنا بشوفه فيها وما عرفت حتى شو سر اسمه. بس مارتا يمكن تكون بتعرفه من قبل، ويمكن يكون عنده دافع. رح نستجوبها. فيني أحكي مكالمة؟ تعرف هذا من حقي. طبعاً هذا من حقك، بس موبايلك بالفحص هلا. ألو؟ رئيسة سيرجيفنا، مساء الخير. شو؟ كيف اعتقلوكي؟ خير؟ شو صاير معك؟ إيه الصغير نايم، إيمت رح ترجعي؟ هاي الماما؟ طيب ما وقفوا لساشا؟ بدي أحكي مع ماما. وهي خبر حلو، يعني ما أخذوا ساشا معك. مسيك ماما حبيبتي، وينك؟ الأحسن ما تسألها،
حبيبي رح أجي بعد ما تنام. مو قدران تخفى؟ طيب غني لك غنية، شو رأيك؟ أي وحدة؟ يلا غمض عيونك لشوف. ناني ناني كالوم راكي، ناني ناني كيمي سوكليكا، إيمانولا كونتا سيبيرنيا كاليا، فيليانا سوهو سيبولا تريفيرا. ناني ناني كالوم راكي، ناني ناني كيمي سوكليكا. ليش باليونانية؟ لأنه أنا كان عندي أطروحة عن التهويدات حول العالم للمقارنة بيناتهم والتصنيف، وأنا دارسة أدب يوناني. مشان شو؟ لا أعرف أوصل للتهويدات، وبغنية لماشا باليوناني لأنه بينام عليها فورا. شو؟ فهمت، كنية الضحية يونانية أدميدي، بس هذا الشيء ما له علاقة. بالكاميرات بيّن معنا إنه ما حدا من الحاضرين طلع، ما في حدا بالمرة غير أداميدي، واللي هو بيكون نابليون وسفيتلانا سونوفا، بس لسه في شخص ثالث هون. بقى مين هذا يا ترى؟ هي مرة ولا رجال؟ ما مبين لا طول ولا جسم حتى. هذا الشخص طلع وما عاد رجع؟ بلا، رجع فات على الحفلة، بس مو مبين وشه لأنه ضل حاطط طاقية. بفهم منك إنه هذا شغلك المقارنة والتصنيف. إيه، وشاطرة بشغلي كتير، وفيني إثبت لك هذا التقويم تبعك هون في ناش، ومبين من الشيء اللي شايفته إنه هذا الناش الأسطوري لأرشا بريست أفافاكم. وكيف بتعرفي هالشي؟ من الشكل مبين إنه بيرجع للقرن السبعتاش، وبالقرن السبعتاش ما كان في فرق بين شكل الصندوق والناش، والتفريق بيناتهم صعب. وبالصورة يلي هون مبين النعش محروق، وما في نعش انحرق بالقرن السبعتاش إلا نعش أرشا بريست أفافاكم. وطلعت قصص كتيرة عليه، يلي قالوا إنه هو ما كان بالنعش، ويلي قالوا هرب واعتبروه مفقود، لحد ما لقيته عندكم هون بالقسم بالتقويم اللي على الحيط. بصراحة هذا التقويم إجانا هدية على رأس السنة، انعمل للمحققين اللي بهذا القسم، يعني حبوا يهدونا شيء خاص وبيتعلق بالشغل تبعنا. ومن شان هاي الصورة، هاي صورة نعش أرشا بريست أفافاكم، والمحققين تبعنا استلموا قضية سرقته. موروزوف؟ ايه موروزوف، بس ما لقينا شيء والقضية تسكرت. هالقصة غريبة كتير. طيب قياسات النعش شو كانت؟ هلأ منشوف ومنعرف. ايه لو سمحت بدي أعرف. هاي النتائج؟ النتائج الأولية، ومع النتائج في تقرير الطب الشرعي كمان، وهو أصر وطلب مني سلمه للمحقق باليد. ودخلك في شي مفيد ولا ما وصلوا لشي؟ لسه ما في شي واضح تماماً، بس البصمات طبعاً لسومونوفا، وبالحقيقة قال ما في أي بصمة غير بصمتها، والمتهمة كانت ماسكة المفك هيك بهالشكل هاد. بس لحظة، بهي الطريقة ما بتقدر تقتل حدا. وهذا قصدي، ما في بصمات تانية على المفك، وما انمسحت كمان، وهذا بيعني إنه القاتل الحقيقي أكيد كان لابس كفوف بإيديه. ما بعرف، يمكن لابس كفوف، ما نبين شي. أنا رايح لعند المحقق. شكراً رينا. موروزوف عم بيقول إنه طول النعش حوالي 46 سنتيمتر وعرضه 27 سنتيمتر تقريبا. هالشي غريب كتير. ايه تماما. انت بتعرف جامع الآثار الروسية يلي اسمه أندري لابين؟ سمعت من فترة قصيرة إنه التقى عنده صندوق باليخ. باليخ خشبي؟ شو له علاقة؟ لقياس الصندوق يلي عنده كتير كبير، يعني مو لباليخ، تقريباً نص متر بالطول وحوالي 30 سنتيمتر بالعرض والارتفاع. وغير هيك أندري لابين مانو من المعجبين ببالغ،
وأنا ما بحبه. أنا تقريباً متأكدة إنه هالصندوق مانو حقيقي، يعني عبارة عن تمويه ومخبي جواتن عش أفافاكم لقياسات مطابقة. زفيتلانا، هذا مو افتراء على شخص شريف؟ ما بظن والله، أنا بعرف باليخ منيح، ومع الأسف بعرف لابين كمان. وقعي هون تعهد بعدم السفر خلال فترة التحقيق. يعني بدكم تخلوني روح؟ طيب موبايلي صار فيني أخده؟ موجود بالفحص والجزدان كمان، رح تاخدي المصاري بس. فاديم رومانوفيتش؟ نعم. طيب أنا ما فيني أطلب الطلاق خلال فترة التحقيق؟ بلا فيكي، بس إذا انعقدت المحكمة وما كان التحقيق خالص بوقتها، فالولد رح يضل مع أبوه مو مع أمه أبداً. ما سجنوكي؟ ليش؟ أنا ماني قاتلة. مو أنا ما صدقت إنك قاتلة، بس بتعرفي الشرطة ما بياخدوا حدا إذا ما كان مشتبه فيه. أنا معك بهالشي يا رايسا سيرجيفنا، ما بياخدوا حدا بدون سبب. مرحبا، تأخرت كتير بالمعرض. شو صاير؟ ساشا، الشرطة وقفوني وحققوا معي وخلوني وقع على تعهد عدم سفر، وأنا هلأ لحتى رجعت. أنا رح روح. ماشي، أنا عرفت القصة من أمي وجيت مباشرة لعندك. جيت على قسم التحقيق؟ ليش لحتى روح لهنيك؟ جيت لهون لأنه عرفت أنه رح يطلعوكي فوراً، ورح يعرفوا أنه أنت ما لك علاقة بكل القصة ومانك قاتلة. تحقيق صار بالمعرض كمان يا ساشا، يعني أنتوا عرفتوا أنه صار جريمة قتل وبعد قدرتوا تكملوا المعرض يلي خلاك تتأخر لحد هلأ؟ شو؟ مرتي الحلوة رحتي مرة واحدة على قسم التحقيق وصرتي تشكي بزوجك هيك؟ شو قصدك بهالحكي؟ عشو عم تلمحي بالضبط؟ أنا ماني عم لمح على مرتا اللي إجت وتجاوزت كل الحدود، عم لمح على شغلة تانية. نحن لازم نطلق. حبيبتي اليوم كان كتير صعب عليكي، هذا سبب هالكلام. روحي نامي. ايه طيب، هلأ رح روح نام وبكرة رح أقدم وراء الطلاق وضب غراضي وروح. بابا شو قصدك بالتهويدة؟ بيغنوها للولاد قبل النوم. بس عنا بأستراليا لسه الصبح وفطرنا قبل شوي. طيب لكان رح أتصل بعدين لما بيصير عندك ليل وبغني لك تهويدة. دارينا نحن لازم نمشي. باي باي فاديم. لحظة استني شوي، إمتى رح تجوا لعندي؟ أنت إمتى رح تجي لعنا؟ الموضوع مو سهل، نحن بدنا نطلع وأنت واضح دايماً أنك بالشغل، لهيك خلينا نحكي المسا ماشي؟ باي باي بابا. باي باي. مع السلامة. فاديم، انت شو عملت؟ وقفت مشتبه وتركته يروح؟ انا متأكد انه القاتل عم بيورط سوموفا، بيّن معنا انه القاتل كان لابس كفوف لما ضرب الضحية بالانفك وبيّن اثرها على الانفك،
بس ما كان في هيك آثار على إيدين المشتبه فيها أبدا. وأداة الجريمة ما كانت بجزدانه؟ حسب نتيجة التحقيق واللي توصلنا له مبارح ما شفت أي ضرورة لحتى نوقفها. إيلاريون باليتش ما رح تهرب، عندها ولد صغير وما فيها تتركه، هي متعلقة فيه بطريقة فظيعة. صدقني يا فاديم، إذا الواحد بده يهرب من ورطة ما في شي رح يوقف بطريقه. بهالحالة بيصير الموضوع أسهل، وهيك رح تثبت إنه هي القاتلة، وأكيد مو صعب علينا نمسكها. فاديم، ما عنا مشتبهين غيره؟ بلا، فيه الشباب شافوا بالكاميرات اللي حوالي المبنى إنه في شخص طلع من القصر قبل وقوع الجريمة، بس للأسف ما قدرنا نعرف مين هو. وشو معنى هالحكي؟ إنه المشتبه فيه مجهول؟ لحد هلأ إيه، بس رح نلاقي. أنت رح تكفل سوموفا؟ أكيد طبعاً. ميشا أكلت؟ روح فرش سنانك مشان ما نتأخر على الروضة. يلا. آتيتا كيفك؟ الآن مو هيك؟ كله تمام؟ سفيتلانا لا تجد بيها علي هلأ، لأنه كل مرة بتنادي لي فيها تيتا بتكون حياتك مخربطة ومقلوبة فوقاني تحتاني. بقى شو صاير؟ مو صاير شي أبداً. وشو قصة موبايلك كمان؟ طول الليل وأنا عم أتصل فيكي وموبايلك عم يطلع مطفي. قال موبايل خرب وحطيته عند المصلح. ستي خلص لا تقلقي، كل شي تمام، بس كنت كتير مشغولة لأنه كان افتتاح المعرض. وصح، يمكن نجي لعندك أنا وميشا نمضي كم يوم. عن جد؟ لعندي لهون على الأفارونيش؟ كيف هيك؟ أنتي قلتي هديك المرة أنه ما في عندك عطلة للربيع. شو بدك باللي حكيته؟ شو مانك مبسوطة؟ خلصنا بقى، لا تاكلي بعقلي حلاوة. أنتي بتعرفي أني أنا من زمان ناطرة زيارتكم، بس أنتي عندك مخططات. بس المخططات بتتغير، من شان هيك سألتك شو اللي صاير معك. كيفك أنتي وألكساندر؟ ايه مناح، لساته نايم. أنتي قليلي كيفك وكيف صحتك؟ أنا كتير منيحة حبيبتي، ومبين من عيوني إني ماني عم كذب عليكي، بس أنتي اللي واضح من عيونك إنك عم تكذبي. ولا تقليلي لا. تيتا أنا آسفة، رح أتأخر على روضة ميشا. ماشي سفيتلانا، وخلينا ننطر اليوم اللي رح تكبري فيه وتقدري تحكي لي الحقيقة. على كل أنا ناطرتك. طيب ماشي، انتبهي على حالك حبيبتي. يلا سلام. ماما بكرة سبت وما رح روح الروضة مو هيك؟ لا، بكرة الثلاثة وبعده الأربعة. مرحبا، أنتوا جاهزين للرحلة؟ ايه. آسفة تأخرنا عليكي، ماشا كان عم يفطر. كنا خايفين إنه ما تجي، انبسطنا بشوفتك. وأنا كمان. صرت تعرف شو تجاوب سيفيتا. أنتي لازم تجي تاخدي ميشا أبكر اليوم، عنا تعقيم. هاي أبكر. رح أجي أكيد. باي. ايه هو كان بيشبهه كتير. إيكاترينا ميخائيليفنا، قولي لي ابنك كان عنده أعداء مثلا؟ لو كان عنده أي عدو كان رح يعرف يدافع عن نفسه أكيد. ابني كان شخص حنون وقلبه طيب، لهيك ما قدر يلاقي شغل، بس بعدين اشتغل ممثل لشخصية نابليون. وشو مهنته الأساسية؟ هو صحفي. حكالك شي عن شغله الجديد؟ ما حكى تفاصيل، كان يحكي لي عن القصر وعن رجال غريب بجاكيت مطري بيطلع له فجأة وبيختفي. ديما كان مبسوط فيه لأنه هالشي كان كتير عم بيساعده ومنيح للفيلم تبعه. فيلم شو هاد؟ يمكن فيلم وثائقي، هو ما حب يترك المهنة تبعه ومشان هيك كان حابب يصور فيلم وثائقي عن هالقصر. عن شو بالضبط؟ عن تاريخه ولا روحانيته ولا إعادة بناء القصر؟ ما بعرف شو بيهم هالشي. ديما ما عاد موجود. تفضلي اشربي.
شكرا. ايه يوري، بعد ما فتحنا موبايل الضحية بيّن انه اتصل برقم اكتر من مرة قبل ما يموت. ورقم مين هاد؟ هذا رقم اخر شخص وصل على الحفلة، وكانت مرة. مرحبا، فايتي على المعرض. ممنوع، نحن عنا أوامر أنه أنت ما تفوتي لهون أبدا، فلا تواخذيني. ليش بقى؟ شو السبب؟ سفيتلانا سوموفا ما عادت مشرفة المعرض. تمام، معناها لازم أدخل لجوا، لأنه إذا فصلوني لازم يحاكوني بشكل شخصي، صح؟ وأنا إجيت لعندك كرمال أحكي معك بهذا الشيء. للأسف ست سفيتلانا، إدارة المعرض ما فيها توظف مشرفة مشتبه فيها بجريمة قتل مثلك. أنتي مفصولة من الشغل. بس ما فيكن تمنعوني فوت لجوا، لأنه لسه إلي غراض شخصية جوا ومن حقي إني فوت آخدهم. ولا صاروا ملك المتحف مثلاً، فيني فوت آخد غراضي لو سمحتي؟ فوتي لشوف معك نص ساعة. صراحة ديما ما كان صحفي محظوظ وما كان حدا يشتغل معه، بس أنا حبيت خاطر وصور معه هالفيلم. عناصر بيتروفيسكي صح؟ عن الملاجئ العسكرية السرية يلي حوالي القصر، ومشان هذا الموضوع اجيت مبارح القصر لأنه كان بدي أسأل الإدارة والحراس اللي هنيك عن هالشغلات، وبعدين عرفت أنه كانوا عاملين حفلة. واو، حفلة بالقصر؟ واو، واللي فيها دريموف الدكتور اللي درست عنده، لهيك حكيت معه وطلبت منه يخبرني معلومات أكثر. بوقتها كان ديمتري أداميدي موجود هنيك؟ صراحة ما كنت بعرف إنه رح يكون هنيك وبشخصيتنا باليوم كمان. ما حكيتي معه قبل ما يموت؟ هو اتصل فيه كتير وصار يسألني إمت بدنا نصور الفيلم وإمت بدنا نبلش شغل، وبصراحة هو ما عمل شي كرمال الفيلم، كان بده أعمل كل شي لحالي. صدقني ما كنت بعرف إنه رح يكون بالقصر. مارتا تفضلي، بدي منك تيجي معي هالسيارة. مشان شو؟ عاوزينك بالقسم، بدنا ناخد بصماتك مشان الفحص. لكن فيك تبعت لي استدعاء رسمي ووقتها رح اجي براسي لعندكم. بصراحة سمعنا انه حطوكي بالسجن. في حدا كان عم بيحاول يحطني بالسجن؟ ايه. معقول إيما ما فهمت هالشي؟ مين رح يكون المشرف الجديد؟ ما حدا. إيما قالت إنه ما لازمنا مشرف، وهي بالأساس ما كان بدها مشرف بالمعرض. برأيك ممكن إيما تكون ورطتك كرمال تخلص منك؟ صعب كتير على إيما، أصلاً فيها تتخلص من المشرف بألف طريقة غير القتل يعني. عن جد غريب كتير، مين بيقدر يعمل هيك؟ والله عقلي ما عم يستوعب. أنا بدي أعرف كمان، ما شفتوا حدا هون مبارح؟ بالمتحف أو بالقصر؟ أنا وزينة ما إجتنا دعوة على المعرض، لهيك خلصنا ورحنا على البيت، صح زينة؟ اسمعي، معقول تكون هاي مارتا؟ هي صحفية، يعني احتمال تعمل هيك شيء. ليش لحتى تقتل هذا الشخص مثلاً؟ هي كانت عم تصور فيلم وثائقي عن القصر، يمكن هالزلمة مسكها وابتزها، لهيك هي قتلته. برأيي هذا احتمال وارد. تذكرت هاد نابليون كان يضل طول الوقت هون، وكان يفوت على أماكن ما لازم يدخلها، وكأنه كان عم يدور على شيء، أو بتعرفوا شو؟ يمكن كان عم يساعد مارتا. على شو بده يدور هون؟ نحن ما في عنا شيء مخبى. لكن شو كان بده؟ ما بعرف، بس هاي التصرفات ما حدا بيحبها، وخصوصي شبح القصر، ويمكن هو يلي قتله وضربه بالمفك بعينه. زينة، عن جد عم تحكي؟ غاليا، أنا كنت مفكرة إنه ما في أشباح هون. أشباح شو هي؟ شو مشان مارتا؟ لازم نضل ملاحقينها، لازم نعرف ليش راحت على القصر بعد ما الكل خلص شغله. شو بدها تعمل؟ والفيلم تبعها عن ملاجئ سرية وعسكرية، لهيك نحن لازم نراقبها. عندك شي جديد؟ لهلا لا، بس الصراحة اليوم لفتني مقطع من تسجيلات الكاميرا، بتحب تشوفه؟ ايه بشوف.
شوف هلأ بالقصر نفسه ما في كاميرات بنوب، ومشان هيك قصة مستحيل نعرف مين اللي كان بالحفلة ومين اللي طلع منها حتى. بس بمتحف القصر جوا في كاميرات، وبوحدة منهم بوقت المعرض بيّن معنا شي مانو طبيعي بنوب. شخص لابس جاكيت مطري، وورا نابليون شفنا حدا لابس جاكيت مطري بنفس الوقت، ونحن كنا مفكرينه شبح. لوين رايح؟ رايح على القصر. عود. هاد يلي شبحه عم يدور بالقصر. هذا ماتفي كازاكوف، المهندس المعماري للقصر. انتي ليش عم تقولي انه هو الشبح؟ ما انا عم قول الكل بيعرف هالقصة. كازاكوف مات بريازان، هو مات بنفس اليوم لما نابليون طلع من موسكو بعد ما خرب البلد وترك وراه مدينة مدمرة على الأرض وقصر منهوب وقبة منهارة كمان. ايه تماماً، وبعد اللي صار بالتحديد الناس صاروا يشوفوا شبح كازاكوف عم يتمشى حوالي القصر. هو موجود، هو عن جد موجود بجاكيت مطري وطاقية وبيتفرج على القبة. أنا صار لازم أرجع هالشغل. أنا بدي ضل هون شوي. بدك تودعي المكان مو هيك؟ بتفهمك. أنا ما بآمن بالأشباح أبداً، أنا ما بآمن بالأشباح أبداً. مين؟ شو اسمك؟ هذا مسدس. كنيتك ماكاروف. انت غلطتي غلطة كبيرة لما قررتي تفوتي على هالمكان. راح تنسي كل شيء شفتيه هون وقصحك تحكي عنه لحدا وإلا راح تموتي. وشك لقدام. ليش وقفتي؟ قسم التحقيق. قسم التحقيق كمان ما بيحق له يكون هون. بلا، لأنه بدي أسألك عن جريمة قتل بالحديقة لرجال بشخصية نابليون. هذا السؤال مو إلي، أنا بقطاع سري وعندي مهمة لازم نفذها عسكرية. إذا بدك تحقق معي لازم تشوف القائد. طيب رح روح، بس يكون بعلمك إذا رحت رح أقول للقائد تبعك إنه أنت عم تطلع من القطاع السري كل فترة بدون إذن وعم تتمشى بالمتحف وبالحديقة، وعندي تسجيلات بتثبت هالشي. أنا فيني نزل إيدي؟ هذا المكان انبنى لما كانت هون أكاديمية جوكوفسكي للقوات الجوية، بعد فترة سكرت وضل هالمكان وأنا بقيت هون الحارس عليه. اسمي الضابط ريباكوف. المكان هون كتير بارد لهيك بلبس جاكيت سميك، في رطوبة، نظام التهوية كتير سيء لهيك بفتح الباب البراني ليتغير جو المكان. يعني لهذا السبب أنت بتطلع على الشارع؟ لا أتنفس، هون ما في مخرج على الحديقة، مع أنه بصراحة الموضوع خطير، بس الموظفين يلي هون تعودوا يشوفوني. مبارح المساء طلعت من القصر؟ طلعت على المتحف وعلى الحديقة كمان. شفت نابليون بالحديقة؟ الممثل؟ شفته، كان برا. شفته كان عم يحكي هو ومرة، كتير بتشبهه.
المرة كانت بجاكيت مطري؟ أنا يلي كنت لابسه. تمام. طيب أنت ما رح تشتكي علي؟ لا تخاف. سفيتلانا استني شوي. جيت من شان تعتقلني؟ ليش عم تحكي هيك؟ المفك كان معي بالجزدان وأنا حكيت مع نابليون كمان. سفيتلانا خليني أنا حلل الموقف. هلأ العسكري قال بأنه نابليون حكى مبارح مع صبية بتشبهك، ومارتا كتير بتشبهك، أنتو نفس الطول ونفس الجسم كمان. ما توقعت أبداً أني انبسطت بهالحكي هاد. حتى أنا شكيت فيها بس ما عرفت شو ممكن يكون الدافع تبعها. أنا اليوم حكيت معها وعرفت منها أنه كانت عم بتصور فيلم مع أداميدي بيحكي عن القصر. مارتا كذابة، لأنه هالفيلم مارتا صورته وصورته بدون أداميدي. كل الموظفين بيعرفوا أنا عرفت من زوجي. عن الملاجئ؟ عن الألماس الأسود. وشو قصدك بالألماس الأسود؟ هذا نوع نادر من الألماس، بيقولوا إنه هالألماس خلى صاحبه يجن، وبيقولوا إنه إيكاترينا الثانية خبته بقبة القصر، وبعد ما طلع نابليون من هون ما عاد حدا شافهم، وبعدين طلعوا فجأة عند مرته للكونت أليكسي تولستوي ليودميلا. هيك لك، بس هالشي ما بيخلي مارتا مذنبة، لأنه القاتل كان لابس جاكيت مطري. يمكن تكون طلعت بدونه ورجعت فيه، أخذت احتياطها مشان ما تبين بالكاميرا. وين بدها تلاقي هيك جاكيت؟ موجودة عند حراس القصر، عندهم جواكيت مطرية بيلبسون وقت التفقد لما يكون في مطر. شكراً كتير على هالمعلومات. بصراحة أنا ما كان بدي حاكيكي عن مارتا، لكن بدي إياكي توقعي لي على هالورقة. على شو بدي وقع؟ بدي توقعي لي على وصل استلام الأغراض تبعوتك. جبتلك ياهن معي، خدي تفضلي. تأكدي إذا فيهن شي ناقص أو لا. أوه. ولا يهمك، رح ساعدك. موبايلي رجع لي وأخيرا، كنت مثل الضايعة بلا. رح نضل على تواصل خلال التحقيق، وإذا بتريدي خليكي بعيدة ولا تتدخلي بالشغل، وإلا رح أضطر وقفك. فاديم رومانوفيتش، كل يلي عم أعمله هو بس مشان أثبت براءتي وأخلص من هالقصة، لأنه حاسة حالي رح جن وطردوني من شغلي هون. صح، أنتو ليش بلغتوا يلي بالقصر أنه أنا موقوفة؟ ما حدا من القسم بلغهم بشي، ونحن ما عنا الحق نعمل هيك شي. يعني مو أنتو؟ يلا لازم توقعي لي. لحظة بس، رح ساعدك. امسكي شوي هون وهون. ألو، مين معي؟ أخذت رقمك من الموظفين اللي بالقصر، وعرض التعارف اللي بيناتنا لساته قائم على فكرة. ما فكرتي بالعرض؟ ليك أنا ما عندي وقت للتعارف وهالقصص هي. إيه؟ أنا هلأ بالشغل ومو فاضية بنوب، عذرني. سوموفا، حاولت اتصل فيكي بس خطك كان عم يطلع مغلق من مبارح. خير، شو كان بدك مني؟ أنت مطرودة. وشو السبب؟ ببساطة الشركة مو لازمة موظفين مثل حضرتك متهمين بجريمة قتل. بالتوفيق بحياتك. اليوم وقع القرار الصبح، رح يفصلوكي من الشركة. ليش يا فيكا؟ زفيتا، شو في بينك وبين زوجك؟ كلهم عم يقولوا انه دريموف اللي عمل هالشي. ما بظن يعمل هيك، بس مبارح بالليل قلت له انه لازم نتطلق نحنا، ولكني اليوم انفصلت من الوظيفتين. لعبته واضحة، فيتا اللي لها طريقة ممكن ساعدك فيها.
انتي فيكي تساعديني. مارتا سافيليفا هي درست عند دريموف، تقدري تعطيني عنوانها؟ رح جرب. صحيح فيكا، بدي اسألك اذا في حدا من معارفك بيأجر غرفة او شقة بسعر رخيص. لقيت هاد بالحمامات العامة عند مخرج الطوارئ؟ تقريبا مبين لمين هالدم هاد، بس لازم نتأكد. رح أخذ هذا الجاكيت على الفحص. ماشي. بصراحة أنا ما عم بفهم كيف ما انتبهتوا والجاكيت انسرق قدام عيونكم. شو عم تحرسوا بالضبط؟ نحن بنقعد هون والجواكيت ما بتكون مبينة علينا وما في قفل مع أنه طلبناه. ممكن يكون أخده بوقت المعرض. في صحفية فاتت لهون كان اسمها مارتا وصورت فيلم هون كمان. وانتو كيف سمحتوا له؟ دكتورة دريموف ضمنها. بالكاميرات ما بيّن معكن شي غريب؟ طلع واحد من القصر لابس جاكيت مطري. شو هالورطة؟ بالجاكيت تبعنا قلتلك مبين لقلنا وانت تقلي عم يتهيئ لك. مفهوم. طيب انتو ليش ما وقفتوا؟ قولوا. لأنه فكرنا انه العسكري اللي هون، لهيك ما وقفنا. العسكري، تمام. مارتا؟ شفت مارتا وقت كانت عايشة، كان بدي أخدها على قسم الشرطة لعنا وأخذ بصماتها لنفحصهم، بس رفضت. لو ما رفضت كانت ضلت عايشة. على شو عم يدوروا هون؟ ممكن عم يدوروا على شي صغير مخبى بشي مكان ما بيعرفوا وينه بالضبط. شوف رجل الطاولة، أو ممكن بعلبة الكورن فليكس المنتشر بكل المطبخ. أحجار كريمة؟ هذا احتمال. رينات، اللي ضل من اختصاصك البصمات والدي ان اي لو سمحت. حطهم بالكيس. فينا ناخذ الجثه؟ ايه. امتى وقت القتل؟ قبل 4 ساعات مو اكثر. ما في كلمه سر للموبايل. ايوه، مارتا حكت على الموبايل قبل 3 ساعات ونص. تعرف مين اللي اتصلت فيه؟ الدكتور دريموف، زوجها لزفيتلانا. مو هي نفسها اللي لقيت مارتا؟ بلا، ما لقيت أبداً أي كهرباء مفصولة بالقاطع الرئيسي. يا أما في حمل وتعطلت، يا أما في حدا فصلها. يمكن مارتا بوقتها طلعت تشيك على التابلو وهون شافها القاتل وبعدين رجعها على الشقة مثل ما شايفين. رينات لو سمحت خذ البصمات اللي على القواطع. ماشي. زفيتلانا عملتي الصح، منيح خبرتينا. هاي تاني مرة بتكوني أول شخص بيوصل على ساحة الجريمة، ومشان هيك أنا رح أضطر وقفك. أنا لازم روح أخذ ابني، ليك وقت كتير ضيق. زوجي ما في أمل منه وحماتي ما بتعرف وين الروضة حتى. خليني روح أخده بترجع. رح تجي معي. بترجعك؟ خليني روح، رح أرجع لعندكن وقتها فيك تحتجزني. ما فيني خليك تروحي، أنا مسؤول عنك قدام الضباط المسؤولين عني وخياراتي محدودة. خلينا نمشي. فاديم رومانوفيتش. سفيتلانا قلت لك خلينا نمشي، نحن بناخذ ابنك من الروضة. كيف رحتي لعند مارتا؟ بالمترو. رح نشوف هالشي على كاميرات المراقبة. يمكن ما كان عندك وقت لتقتليها. طيب ليش رحتي لعندها؟ لأحكي معها بصراحة.
عن زوجي والشي اللي عملته بالقصر بيوم حفلة العرض. سبا قلت لك إنه حكينا معها بخصوص هالموضوع. أوكي، وهي ما قالت لكم شي، بينما أنا كان بإمكاني أعرف كتير شغلات. صح ماني محققة بس في عندي أسلوب. هاي تاني مرة بقلك خليكي بعيدة عن التحقيق، وإلا مفهوم. ألكسندر نيكولايفيتش، 20 دقيقة وبوصل. مرحبا، أنا فاديم. ميخائيل ألكسندروفيتش. أهلا وسهلا، هلأ رح وصلك على البيت ورح فوت زوركن، ماشي؟ ليش؟ لا أحكي مع الدكتور دريموف، هو بالبيت. ماما، يعني نحن رح نروح بهاي السيارة الحلوة؟ شو هالكابوس هاد؟ طعنة بظهرة، لقيناها بمطبخ بيتها. مسكينة مارتا. ايه مزبوط هالحكي، دقت لي اليوم الصبح بدها تشوفني بس ما قدرت، كنت مشغول. رحت على بيتها من قبل؟ لا ابدا، كنا نلتقي باماكن عامة وبس، كنا نلتقي بالمعهد او الشارع او المتحف احيانا. انتو ليش مشتبهين بابني؟ ابني كان بالمعهد وفيكن تروحوا تتأكدوا من كل العمال والطلاب يلي هنيك، ليش عم تحققوا معه ببيته؟ لا تواخذيني، ما عندي أسئلة لإلك ألكسندر نيكولايفيتش. بس أنا عندي أسئلة، واسمي رايسا سيرجييفنا. حضرة المحقق، ممكن تقلي على أي أساس مشتبهين بابني لمجرد أنه كان بينه وبين مارتا علاقة معقدة شوي ومو مأعلن عنها؟ مارتا وحدة من طلاب ساشا، هو خرج طلاب كتير وناس موهوبين، وبالمناسبة كنتي كمان كانت وحدة من طالبات ابني. أصلاً لولا دعم ابني ما كان حد عرف بوجودها. ماما، بلا ما نحكي بهالقصة. ساشا، خلينا نحكي ابني. الأحسن إنك تسأل حالك هلأ شو نوع العلاقة اللي كانت بين مارتا وسفيتلانا. سفيتلانا كل عمرها على خلاف مع هالبنت المسكينة، حتى إنها هددتها بالقتل. هي قالت هالحكي قدامك؟ أنا رح تقتل مارتا وأنا فاديم رومانوفيتش؟ لا، ما قالت هيك بالضبط، بس قالت كلام بهذا المعنى. ساشا، يلا ابني لو سمحت خبر المحقق شو قالت سفيتلانا مبارح بالليل بعد ما رجعت من قسم الشرطة. هي كانت عم تتوعد لمارتا، احكي. ماما، ما بتذكر شو قالت بالضبط، بس بتوقع ايه، سفيتا كانت عم تحكي بحدية عن مارتا. ساشا، بعمري ما رح سامحك على هالشي. توضحت الفكرة المطلوبة حضرة المحقق. رايسا سيرجييفنا، بتمنى من حضرتك تسمحي لي كفي التحقيق بدون ما تتدخلي بشغلي. ايه طبعاً، معقول اتدخل بشغلك وعرقل التحقيق؟ شكراً. سيد ألكسندر، لازم أخذ بصمات حضرتك هلأ. ايه طبعاً. ايه يوري، شو لقيته بالتسجيل؟ لقينا أنه ما في حدا مر من قدام شقة مارتا غير الكهربجي. كان طالع على كاميرا البواب؟ ايه، بس الطاقية مغطية العيون ولابس ثياب الشغل وما قدرنا نشوف وشه بنوب. بس أنا قدرت أفتح الكمبيوتر تبع الصحفية. صادرته؟ بزعل منك. وكمان لقيت فيه فيلم قصير عن قصر بيتروفسكي، هلأ رح أقعد أتفرج عليه. طيب ماشي، شوي وبيجي. فاديم رومانوفيتش؟ نعم. ما بعرف كيف بدي أقول هالشي. تفضل، فيك تحكي اللي بدك يا. طبعا، الشي اللي بدي أقوله بشقة مارتا احتمال تلاقوا بصماتي. يعني رحت على شقتها من قبل؟ أول مبارح كنت هنيك بوقت متأخر. أنا ما قدرت أحكي هالشي قدام عيلتي مشان ما يفهموني غلط. يمكن تلاقوا بصماتي بالحمام وبغرفة نومة كمان، بس ما فتت على المطبخ. ولما طلعت وتركتها كانت لساتها عايشة. وبشو رجعت؟ رجعت بتاكسي وبعدين رحت على الحفلة. فيك تشوف سجل المكالمات لتتأكد من اتصالاتي. وفي شغلة تانية، بصراحة بدي منك خدمة. لو سمحت فيك ما تقول لسفيتلانا أني رحت على بيت مارتا؟
لأنه عم نمر بمرحلة صعبة هالفترة وما بدي مشاكل جديدة. الوضع كتير متأزم. ما رح خبرها. تعهد بعدم السفر. وقع عليه. شكراً إله. هي غرفة بمبنى سكني نص البلد. الفرش كتير نظيف. ولمين الشقة؟ لخالتي. هي ما بتحب تجي لهون كتير وطلبت مني دير بالي على الشقة. المستأجرين ما بيقعدوا فيها كتير. خالتي طلبت مني ما خبرك بس ما قدرت، لازم حذرك. وبتعرفي ليش ما بيقعدوا فيها كتير؟ الجار عقليته صعبة، يعني تصرفاته غريبة. بالنسبة للجيران المناح اسمي سيرجي، وللسيئين سيرجي إيفانوفيتش، والبقية بينادوا لي رفيق الملازم. لكن اسمح لي إلك، الرفيق الملازم. كل شي مفهوم؟ ايه سيرجي. الجواب الصح. كل شي بالبيت ماشي على برنامج يومي. الساعة 9 بينطفى الضوء، والساعة 11 بقفل الباب، ما بفتحه حتى لو بتموتوا قدام الباب. اللي بيجي بعد الساعة 11 بينام برا عند العتبة. لسه ما صارت 11، لهيك ممكن تخلينا نفوت لجوا؟ خليك لطيف شوي. اللي معك مهضومة. خير، لسه في عندك تعليمات تانية؟ طبعا. أنا بشرب، بس بشرب حسب البرنامج. الروتين اليومي مستحيل يتغير. راح تنتهي فترة الشرب خلال أسبوع بالضبط، فيكن تتأكدوا من التقويم. بوقف عن الشرب كليا بعد يومين. سيرجي، ممكن أعرف إمتى موعد الشرب تبعك حسب البرنامج؟ أنا عم فكر بطله. مين رح يسكن هون؟ أنا ومعي ابني عمره 5 سنين. طيب بتشرفوا. عمر 5 سنين أكتر عمر بيجيب الهم، قصدي بيجيب الفرح والسعادة. أهم شي عندي هو الالتزام بالنظام. جستين، الشاهدة نفسها كانت على الحادثتين وما وقفتها؟ ما في سبب لنوقف سوموفا. في أسباب كتيرة لنوقف سوموفا فاديم، صدقني. القذيفة ما بتنزل بنفس المكان بالضبط مرتين ورا بعض. كانت صدفة. صدفة لكان؟ شو هالصدفة هي يلي خلتها أول حدا بيكتشف مكان الجستين توروبوف؟ الأمور كلها واضحة قدام عيونك، بس انت بتضل متنح وراكض ورا تقويم في ساكوف. عم تفهم علي؟ فهمان الى ريون باليتش. مو بس لازم تفهمني، لازم تسمع كلام مدراءك. نفذ الاوامر. مو مثل هذا يلي بتناديله لاريك ما بعرف شو. الى ريون باليتش سميه شو ما بدك، ما دخلني. ليك ما روزاف كمان ما سمع كلام لاريك ونجر ورا التقويم. انا قلت له من الاول وين يدور على صندوق كبير الكهنة أباباكوم بالمجموعة الخاصة. طبعاً ماروزاف سمع الكلمة بس بعد ما ضيع وقت كتير. وين التقى الصندوق؟ التقى بالمجموعة الخاصة. لابين كان أموه على أساس أنه من صناديق باليخ. عود فاديم، لهيك سوموفا لازم تتوقف. اسمع كلامي هالمرة، جيبها لهون وحقق معه. أكيد فيني جيب سوموفا على التحقيق مرة تانية بسهولة، بس ما عنده شي تحكي. كيف ما عنده شي؟ لأنه حسب نتائج التحليل ما ممكن تكون سفيتا اللي قتلت مارتا أثبتنا مكانها بوقت الجريمة، وغير هيك هي متعاونة كتير مع التحقيق. شو قصدك بأنها متعاونة؟ بتخبركن وين ساحة الجريمة ولا بتعطيك قضايا جديدة؟ التانية تقريبا. سفيتلانا خبرتنا وين ممكن نلاقي صندوق أفافاكوم المسروق، وكانت بتعرف الصورة اللي على التقويم في سياكوف، وأنا أعطيتها لماروزاف. معناتها هاي متورطة بسرقة الصندوق كمان. شو خلاك تفكر هيك؟ شو عرفها شو كان نوع الصندوق؟ من الصورة؟ فاديم، اتطلع شايف هدول القطتين؟ تعرف أسماؤهم؟ لا، لأن ما بتعرفهم من قبل. هاي القطة اسمها بروشا وهاي جودي، وهيك عملت سوموفا. كانت بتعرف لمين الصندوق،
وعطتك معلومة عن لابين من شان تطلع من القصة كلها. ما بعرف شي عن القطط، بس بقدر اشرح لك عن الصندوق. سفيتلانا سوموفا واحدة من كبار الخبراء بالبلد، خبيرة بمجال الدراسات الثقافية والفن التاريخي. هي بتقدر تقيم التحف التاريخية منيح. حزرت وين مكان الصندوق عن طريق منهج علمي، ونحن تحققنا منه بنفسنا. خبيرة شاطرة، يا ريت نعين حدا مثلها بلجنة التحقيق. خلص انسى القصة. شو لوين رايحة؟ بدي أقضي شي أسبوعين برا بشقة قريبة من موسكو، أنا وميشكا. بس تعهد عدم السفر بيسمح بهالشي؟ المحقق سمح برحلة مثل هاي بما أنه عم نحكي عن صحة الطفل. غريبة كتير قصة تطلع برا المدينة فجأة. قلت لك على الموضوع من 3 شهور، بس وقتها ما سمحوا لي بالشغل، وهلأ بما أنه ما ضل عندي شغل صار فيني روح بسهولة. كيف ما ضل عندك شغل؟ ايه هنن قلعوني من المعهد ومن المعرض كمان. لا تعمل حالك ما بتعرف. ما عندي علم، كيف سمحوا لحالهم يعملوا ساشا؟ لا تبلش، مو هنن السبب، انت بذات نفسك اللي خليتهم يقلعوني، وانا متفهمة هذا الشيء. ليش لحتى تخلي طليقتك بخلقتك على طول؟ اول شيء انا ما إلي اي علاقة بفصلك من الشغل، وتاني شيء والاهم طبعا ما رح تصيري طليقتي لانه ما في اي سبب. ما في اي سبب لحتى نطلع. عم تسمعيني؟ سمعت تمام، خلصت حكي. ليش ما عم بتصدقيني؟ انا عن جد ما خنتك. معقول ما بتعرفي انه في كتير طالبات بيخترعوا قصص رومانسيه بينهم وبين اساتذتهم؟ وصدقيني انا ما لي اي علاقه بفصلك من الشغل. اتصال منك وبيرجعوني فورا على الشغل. انا ما عندي السلطه المطلقه، بس بقدر صلح القصة، وهيك شغلات ما بتنحل على التليفون. كل شيء صار واضح هلا. عندك شيء تاني بدك وضح لك يا؟ ايه في سؤالين بدي اسألك ياهم مو متوقعين. موافق، انا بحب الاسئلة اللي مانا متوقعة. اولا بخصوص فيلم مارتا، انت كنت المستشار تبعها؟ لقينا بصمات ديرموف بغرفة نوم مارتا، وكمان بالحمام مثل ما قال بالضبط. بس البصمات الموجودين على قواطع الكهرباء هن نفس البصمات اللي لقيناهن على السكين اللي انقتلت فيها مارتا، ونفسهم كمان على الباب وعلى كل الأسطح اللي أخذنا مسحات منها. يعني بكل مكان كانوا فوق البصمات التانية. لشو وصلنا هلأ؟ القاتل راح فصل القاطع، طلعت مارتا لبرا لتشوف شو فيه، ولقيت بوشها الكهربجي. تماماً، ديرموف ما كان بحاجة يقطع الكهرباء أو يلبس ثياب مصلح، كانت رح تدخله بكل الأحوال. ماك حق، ما بظن هو. بظن في عنا قاتل محترف بالقضية. الضحيتين صحفيين وعملوا فيلم مشترك عن ملاجئ القصر السرية. بس على فكرة مارتا ما كان في عندها أي ملفات عن الملاجئ على كمبيوترها، بس في أنفاق القصر نفسه، وكمان في فيلم كامل جاهز عن حجر الألماس الأسود. وحسب المشاهدات والتعليقات هذا الفيلم صار له ضجة كتير كبيرة. على شو صارت هالضجة بالضبط؟ على أنه بالقبة نفسها تبع قصر بيتروفسكي حيكون موجود حجر الألماس الأسود الحقيقي. ايه كنت مستشار مارتا، بس هي غيرت كل الحقائق والقصص يلي بتنروى عن هالقصر، وأنا اتضايقت من هالشي كتير. بس الفيلم كان خيالي مثله مثل قصة حجر الألماس الأسود. شو كان حقيقي بهالفيلم لكان؟ ممكن الحقيقة إنه أرملة الكونتو لستوي عطت الحجر لمعهد لبيديف للفيزياء ليدرسوا. هنيك قدروا يعملوا حجر كريم اصطناعي أسود، نسخة طبق الأصل عن حجر الألماس الأسود. هي النسخة حقيقية والباقيين كلهم مزيفين. وين هالنسخة موجودة؟ كانت معهد لبيديف، بعدين نقلوها لقبة قصر بيتروفسكي، لأنه مثل ما بتعرفي كانت مثل تقدير لأسطورة إيكاترينا الثانية اللي حطت الحجر بالقبة. بالمناسبة قبة قصر بيتروفسكي نسخة عن قبة كاتدرائية القديسة صوفيا اللي بالقسطنطينية. نسخة عن الحجر بقلب نسخة عن القبة. بهذا الفيلم بتحكي مارتا عن أرملة الكونت تولستوي أنه بالفترة اللي بعد وفاة لودميلا إلينيتشنا لقوا عندها حجر ألماس أسود، وبعدين تبين أنه الحجر اصطناعي،
وفي أشخاص بيقولوا بالفيلم إنه الخبير بمعهد ليبيديف اللي عمل نسخة اصطناعية عن حجر الألماس هاد بدل الحجر، عطى أرملة تولستوي المزيف وترك الحجر الحقيقي بالمعهد. وبعدين بيّن إنه الحجر الحقيقي كان محطوط تحت قبة القصر؟ شيء كتير غريب. نحن ما فينا نصدق هالشيء أو حتى ننفيه لنتأكد من المعلومة. يمكن الفيلم المشترك اللي عملوه مارتا وديميتري أداميدي كان عن حجر الألماس. لا، أداميدي مانو مذكور اسمه هون، لهيك الفيلم اللي اشتغلوا عليه سوا مو معروف لحد هلأ. مظبوط، بقلب قبة قصر بيتروفسكي في ألماس اصطناعي. فهمت هالشي. وهون سؤال التاني، مين يلي عمل حجر الألماس الاصطناعي بمعهد ليبيديف؟ مو متذكر اسمه حتى، القصة كتير قديمة. بتوقع الزلمة مات هلأ، بس فيكي تسألي فيكتور فيكتوروفيتش رومانوفيسكي يلي بيشتغل بالألماس؟ ايه مزبوط، كان يشتغل هنيك لما عملوا الحجر الاصطناعي. أعطيني. ماشي، أنا رايحة هلأ. هذا المخرج الوحيد للبة؟ ما في غيره، هون في حارس دائما. ما بعرف شو كان عم يصير لما نعرض الفيلم يلي حكى عن الحجر، كل الناس صاروا يجوا لهون، لهيك حطينا حرس على الباب. ووقت الحفلة كان في دورية، وبوقت العشاء سكروا القصر ونحن رجعنا على غرفنا فورا. ومبارح كان عطلة المتحف، منشان هيك أنا ما شفت القفل مكسور غير لليوم. ما في شيء على القبة بنوب، المكان اللي كان الحجر مخبى فيه تحت سارية العلم، بس كمان كان مخلوع وطبعا فاضي. إذا عم تحس بالوحدة هون، جيب قطة تونسك. هالفيلم كان بالنسبة لنا بمثابة إعلان قوي، بس سبب لنا قلق كتير. بالمقابل صدقوني الحراس ما قلن ذنب أبداً، عملوا كل شيء مطلوب منهم حسب التعليمات الرسمية وحتى أكثر من هيك. عن جد ما عندي فكرة مين ممكن يكون بحاجة لهالألماس الاصطناعية. متأكدة إنها اصطناعية؟ بيوم وفاته مارتا اتصلت بخبير ألماس اسمه فينامين بلوخين، وهذا عنوانه. ليكو هون، معبر زولوتوروشيسكي. هلأ فهمت ليش مارتا بيومها طلبت تقابلني عند الجسر بالتحديد، كانت بطريقة لتقابل بلوخين. تعرفي إنه اكتشفوا الألماس الأسود بمحط الصدفة البحتة؟ إيه إيه، والشيء المثير إنه كان نتيجة لتجربة فاشلة. تخيلي معي، كان بدهم يصنعوا ألماس كبيرة. يعني إذا بتتذكري شيء من دروس الكيمياء، هذا بيعني كربون معرض لضغط ودرجة حرارة بتوصل لألف وخمسمائة درجة مئوية. بس كان في غلط، والنتيجة طلع لهم حجرين ألماس سود كبار. واتضح بعدين إنه خصائص هذا الألماس قريب كتير للألماس الطبيعي، يعني مو بس من حيث الكثافة، كمان من حيث الانعكاس والقوام ومقاييس تانية. وطبعاً كانت هي فرصة من السماء وقرروا يكفوا بالموضوع. بمعنى تاني قرروا يصنعوا ألماس أسود وكبير. ومن وين كان ممكن يجيبوا ألماس أسود وطبيعي؟ من أرملة تولستوي ليودميلا، ما هيك؟ تماماً من عندها. وطبعاً من حسن الحظ أنه لودميلا إلينيتشنا رحبت بالفكرة ووافقت تعطينا الحجر الأصلي لنصنع منه نسخ أكتر. واللي صار بعد هاد أنه الخبير الأسطوري من معهد ليبيديف للفيزياء أناتولي سيرجيفيتش جالوشكين، أكيد بتعرفيه، هو اللي تولى العملية. الألماس الأسود كتير هش، وبسبب هشاشته كانوا يخربطوا بينه وبين الأزاز بالعصور الماضية. بس جالوشكين قدر يعمل نسخة طب الأصل بوزن 67 إيراد. في طالبة ساعدته بالقطع، بس بعد فترة قصيرة سمعنا أنه جالوشكين طردها. وليش طردها؟ قالوا أنه سببت له فضيحة و ما بعرف. وين طالبت جالوشكين هلأ؟ ما عاد سمعت عنها شيء أبداً؟ لا، ما عاد سمعت عنها شيء أبداً يا بنتي، حتى ماني متذكر شو كنيتها، لأنه كانت كنيتها غريبة شوي، يمكن يونانية. بابانديريو؟ لا، ديميتراكيس؟ أداميدي؟ أيوة مزبوط، كاتيا أداميدي، هلأ أتذكرت.
وهاد يلي صار بالألماس الأسود بالنهاية هو ضل محفوظ بمعهد ديبيديف. ضل هنيك مدة طويلة، بس بعدين ما بعرف شو صار لحتى قرروا ينقلوه لقبة قصر بيتروفسكي. لقيتها، دورت على اسمها، ما في غير وحدة اسمها كاتيا أداميدي وبتشتغل بتصليح النظارات بالبيت. بالبيت؟ نظارات؟ زعلتيني. ليش بدك كاتيا أداميدي؟ كان أبي اللي بزمانه لا تتفاجأ من شي، لأنه هيك ما عاد يصير في حدود للمفاجأة عندك. صح، اجت مارتا لتشوفني وجابت لي حجر الألماس الأسود معه، بس فوراً أنا حسيت في شي غريب بالموضوع. وقت حسيت بهالشي نطرت جيتك. عملت فحص دقيق لحجر مارتا؟ ايه طبعاً، حضرتك عم تسألني أسئلة بتعرف جوابها كتير منيح. ايه طبعاً فحصته بشكل دقيق واكتشفت أنه نسخة اصطناعية 100% عن حجر مارتا. ولعلمك فينيامين بلوخين نادراً ما يعطي هاي النسبة، كان حجر ملفت وحلو كتير، بس كمان كان مزور. طيب وين حجر الألماس الأصلي؟ بيعرف فينيامين بلوخين؟ فينيامين بيعرف كل شي بلا مسخرة، بس كل الإشاعات بتقول بوقتها إنه هالحجر موجود مع زعيم عصابة كان اسمه يوناني قديم تانات. بالميثولوجيا الإغريقية ثاناتوس هو إله الموت، بس يمكن ما يكون يوناني أساساً. المهم الله رح يقضي على كل هالزعماء تبع العصابات هدول. وتانات بيحب المقتنيات التاريخية؟ اسمعني كتير منيح يا شاب، ما بهم قديش قيمتهم بالمرة، يلي بهم سعرهم. ايه وبعرف كمان انه تانات مولع بالأنتيكة الروسية، وحتى انه بذكر كان عنده مستشار خاص فيه. معقول يكون أندري؟ هذا ما وصلنا الآن. يريد فيكتور مارتينوفيتش أن يقدم تهنئة لابنه أندري بمناسبة بلوغه 43 من عمره اليوم، ويتمنى لابنه الصحة والسعادة في حياته العملية والشخصية. أجل أجل بالطبع، أين هو؟ إنه يعيش في مكان بعيد الآن، حيث انتقل للعيش في منطقة أخرى. سنوصل له التهنئة. الألماس الأسود. أنت مين؟ أنا زفيتلانا، وأنا مشتبه فيني بقتل ابنك يا إيكاترينا ميخايلوفنا. أنا أم مثلك وكتير بحاجة إني أثبت براءتي. بيأسفني كتير يلي صار معكن، بس ضروري أعرف عن حجر الألماس. ما بدي أحكي عن هالموضوع. ما في حدا ممكن يساعدني. وأنا ما حدا فيه يساعدني. ديمتري لساته طفل صغير بعيوني، بالليل بضل عم اسمع صوته وبكون بدي قوم اعتخته لهدي وضمه لجوات قلبي وغني له يلا تنام يلا تنام لا تبح لك طير الحمام روح يا حمام لا تسدي لا تحي. الغنية بغنيها لابني على طول. تفضل خبرني يا سيد لابين. شوف، كان بدك يعني اعترف مشان الصندوق واعترفت لك، ولا حابب تهيني هلأ؟ مو أنا، هذا تانات اللي بده يهينك. بالنهاية أنت مستشار التحف الروسية عنده وبيوثق فيك، وأنت خبيت الصندوق عنه، خبيته معك. ما عم افهم عن شو عم تحكي. ما بعرف حدا اسمه تانات. بس هو بيعرفك منيح وما رح تعجبه الأخبار اللي رح يسمعها، لهيك يفضل انك تجاوب على سؤالي بخصوص حجر الألماس. بسبب هالحجر صار مقتول اثنين. ما قتلت مخلوق. وبخصوص حجر الألماس بإمكانك تسأل تانات نفسه، هو باع الحجر برا البلد من زمان، بس قالوا انه مزيف. بتوقع انك فحصته. عم تحكي عن الفيلم الغبي؟ ايه
طبعاً فحصته. تانات كان مفكر الحجر أصلي ليكون نصب عليه هاد الزلمة كمان. أي زلمة؟ شو أي زلمة؟ الشخص اللي اشترى منه حجر الألماس الأسود. تانات كان بده يعمل صفقة كبيرة على هاد الحجر لحتى شاف الفيلم، فراح حزمه على بيته وهدده وقال له ليش بعتني حجر مزيف. وقتها طلب مني أني أكد له أنه الحجر مزيف. وأنت أكدت هالشي؟ كيف لكان؟ قال له تانات روح جيب لي الألماس الحقيقية من قبة القصر أو بتودع شغلك للأبد. كان قصده ودع روحك. يبدو هو كان متأكد أنه الزلمة رح يلاقي الحجر الحقيقي ورح يمشي الشغل بسهولة، بس بتوقع غلط شي غلطة وفجأة صار في جساس. ما حطيت إطار الحداد على صورته. ليش هالحركات؟ حاسسته عايش ورح يرجع لي، بس هو ولد تحديداً بسبب حجر الألماس الأسود. كنت بعلاقة مع سكرتير اليود ميلا تولستوي أليكسي دوبوف، أقنعني إنه أعمل نسخة عن حجر الألماس الأسود. كان في حجرين اصطناعيين بمعهد ليبيديف، واحد صاغه كالوشكين وأنا صغت واحد تاني منه بالسر، ونجحت النسخة. بعد ما أليكسي دوبوف أخذ النسخة تبع حجر الألماس الأسود اختفى، وما كان بيعرف إني حامل بابنه. بعد وفاة أرميل تولستوي تبين إنه الألماسة تبعها مزورة، واتهمني كالوشكين بالاحتيال وقلعني مع رسالة توصية سيئة، واضطريت أترك المهنة. خبرت ديميتري متأخر كيف صار كل شيء ومين أبوه وشو اللي عمله. تفهمني، تعاطف معي وبلش يدور على أبوه. عرفت إنه عم يدور عليه بلا ما يقلي، لما أخذ الصورة الوحيدة يلي عندي لأليكسي دوبوف وضل حاملها معه طول الوقت. بس ما لقوا ولا صورة مع ديميتري لما مات. يبدو إنه القاتل أخذها. لشو؟ ما بعرف. طيب ما ضل عندك ولا صورة تانية لدوبوف؟ ما عندي، بس عندي صورة أخذ ليها أليكسي. أنا بالصورة قبل قصة أحجار الألماس. في توقيع. بعرف، هيك كان يوقع أليكسي. فيكي شي؟ أي يمكن. خبرتك كل شي بعرفه، بس نسيت شغلة. مين باع حجر الألماس الأسود لتانات؟ خلينا نجاوب وبلا تردد. أوليك فوسكوبوينيكوف. برافو عليك، ممتاز. أوليك فوسكوبوينيكوف كان بحفل العشاء. بس ممكن تقلي بدافع الفضول، هاي ما رح سجلها. ليش ما كنت خايف تغش تانات بالصندوق رغم أنه شخص مخيف؟ خبرني مين هاد تانات مقارنة بالدم الذهبي. هو مجرد نقطة صغيرة. بمين؟ الدم الذهبي؟ اللي شو هذا الدم الذهبي؟ ما فيني أحكي أكتر. ألو؟ سفيتلانا معك فاديم. بدي أسألك، في احتمالية إن أوليك فوسكوبوينيكوف كان قريب من شنتايتك وقت العشاء؟ وإذا ترك المكان وقت العشاء ولا لا؟ إيه، فوسكوبوينيكوف طلع من صالة العشاء أكتر من مرة، بعدين إجا وقعد حدي وقت طلعت مارتا، وكمان ممكن يكون حد مفك البراغي بشنتايتي. هو قررت أني اكتشف الموضوع. هو طلب مني شوفه، دقلي أكتر من مرة بعد العشاء وطلب أني قابله، وأنا قبلت شوفه وناطرته. هلأ سفيتلانا، أنت جنيتي، لا تروحي لحالك. أنا ما عم بطلب منك، عم بعطيكي أمل. تأخرت، صرت بالحديقة وليكو جاي لعندي.
سفيتلانا، انت ذكيه وحلوه، نادرا ما يجتمعوا هالصفتين، ومو بس بوقتنا هاد. بعرف عن حجر الألماس، مارتا أخدته كرمال تفحصه، انقتلت على الفاضي لأنه الحجر ما كان معه. وهذا نابليون أو ديمتري ما كان مهتم بهالحجر، كان عنده هدف تاني، هو كان بده يقابل أليكسي دوبوف. يبدو أنه انقتل على الفاضي كمان. أنا فكيت شفرة هالأحرف هاي، فوسكو بوينيكوف، أوليك، دوبوف، أليكسي، كل هالأسماء والكنيات لشخص واحد، صح؟ شو ردك على الموضوع؟ ما فيك تقتلني، كان بدك تعرف مع أي خبير الحجر موجود؟ بقدر أحذر لمين أعطيت مارتا الحجر ليعمل له فحص دقيق، لهيك شكراً على المعلومة. عندك شي غيره؟ نابليون ابن كاتيا أداميدي، ابنك أنت. لا مستحيل، مو ممكن. وقف وإلا رح أول. كانت طلقة تحذيرية بالهواء. شكرا لأنك ما طفيت تليفونك، لأنه دلنا على مكانك يا فوسكو بينيكوف أو دوبوف. وشكرا أنك أخذت وقتك، سجلنا كل حديثكم. كاترينا أداميدي، خبرت ابنك ديمتري عنك، بقصد عن أليكسي دوبوف، كان ديمتري بده يلاقيك. عرفت عن الموضوع منا؟ مو نحنا، سفيتلانا سوموفا، كاترينا ميخايلوفنا خبرتنا كل شيء. بس ليش حتى يلبس ثياب نابليون؟ ما كان مقرر يلبسهم، بس خطرت له فكرة واقترح على مارتا سافيليفا إنه يعملوا فيلم ويقولوا فيه إنه الحجر موجود بقبة قصر بيتروفسكي. كان متأكد إنه رح يجبرك تجي لتاخد الألماسة، وبعدين لبس ثياب نابليون ونطرك لتجي. بس بالفيلم ما في حدا كنيته أداميدي. مارتا نسبت الفيلم لإلها، وبتوقع إنه ديمتري ما كان بده ياك تشوف اسمه بقائمة أسماء الفيلم، كان بده يلتقي فيك بس بالقصر. كان حامل معه صورة سكرتير تولستوي، إيه؟ صورة أبوه وقت كان شاب، كان متأمل يلاقيه ويتعرف عليه هنيك، وبالفعل لقى. فهمت، كاتيا داميدي عملت نسخة عن حجر الألماس الأسود، وبعدين بدلته بالحجر الأصلي اللي كان عن تولستوي، بعدين بعت الحجر الأصلي لزعيم العصابة تانات. صح، ورجعت بعته مرة تانية، وما أحلى بيعته، وعملت ثروة هائلة من وراه. مظبوط، كان شغلي غير قانوني لفترة من الفترات، بس غيرت اسمي وصار أوليك فوسكو بونيكوف وبيضت صفحتي وصرت إنسان تاني. بس بعدين بشوف تانات، وبعدين وصلنا لهداك الفيلم الغبي. وبيعمل لك مشكلة؟ وبيعطيني إنذار، أما بجيب له حجر الألماس الأسود المخبى أو رح أخسر الشغل. وطبعاً هون راعي الفن فوسكو بوينيكوف نظم حفل عشاء بمناسبة افتتاح معرض كتاب قديم. وقت الحفل عملت حالي رايح التواليت ودخلت على القبة، أخذت معي مفك مشان افتح المخبأ، كنت بعرف إنه الحراس مانون هنيك. بس بطريقي صادفت نابليون. أليكسي دوبوف، أنا رح أنطرك برا القصر. وتظاهرت إنه ما همني الموضوع وضليتني متابع عملي للنهاية، بس ما كان الحجر مكان مو مفترض يكون، لهيك رحت لقابل نابليون، فكرته هو اللي أخده،
وبطريقي أخذت واحد من جواكيت الحراس. كنت بعرف إنه في كاميرات بكل مكان، كمان كنت بعرف أسطورة شبح القصر، وقلت إنه الحراس رح يعتبروني واحد منهم وما رح ينتبهوا، ويبدو إنه نجح الموضوع. أنا كنت عارفان إنك رح تجي. كنت مفكر إنه نابليون كان بده يبتزني بقصة إنه بيعرف اسمي الحقيقي، فضربته بمفك البراغي بدون أي تردد. بس لو كنت بعرف إنه كان ابني. بعدين رجعت على القصر، خبيت جاكيت الحارس بقارب تواليت وحطيت المفك بكيس، المفك اللي جبته مشان الحجر، وحطيت المفك بالشنطة. اختيار مكان المفك كان تكتيكي، وقررت ألزق التهمة بزفيتلانا. كان لازم أعمل شيء حتى كل الموجودين ينتبهوا لوجودي بالعشاء، وبنفس الوقت ما حدا منهم يتذكر غيابي. ولا تزبط هالخطة، عملت فضيحة صغيرة بين دريموف ومرته، وطبعا أنا كنت بعرف من قبل وكتير منيح إنه هي كانت مرته. كل شيء واضح لهلا. ومشان مارتا، شو السبب اللي خلاك تقتلها؟ وأنا عند القبة شفت مارتا جاية لعند ابني ديمتري أو نابليون، وحكوا بخصوص شي. بعدين طلعت مارتا برات القصر. بس حطوا حالكم محلي، طالما ما لقيت حجر الألماس بالمكان اللي مخبى فيه بالقبة ومانو مع نابليون، وين بده يكون؟ رحت لعن مارتا على أنك كهربجي، وطفيت الكهرباء من التابلو. طلعت مارتا من شقتها، قمت دفشتها وفتت. مارتا غبية، قالت أنه فايتة تجيب الحجر من مكانه، بتقوم بتركض على المطبخ وبتبلش تصرخ للشرطة، لهيك اضطريت أطعنها بظهرها بالسكين. بعدين فتشت كل الشقة بس ما لقيت شي. بعدين بلشت تدق لسفيتلانا سوموفا. السبب؟ فكرت أنه دريموف ممكن يكون أخذ الحجر، استاذة لمارتا، وقررت أتصرف عن طريق سفيتلانا. بس ما نشحت الخطة لأنها كشفت كل ورائي، وهيك ما أعضل عندي شي أخسره. ما قدرت أني أخذ الحجر، وفوق قتلت ابني. وتانات قادر يوصل لي بأي مكان كنت فيه، فأكيد أنا بفضل السجن، بضل أرحم منه. رح أقدم تقرير أنه تمت مصادرة الحجر من الخبير فينيامين بلوخين، تمت إعادته إلى قبة قصر بيتروفسكي. وين الحجر الأصلي؟ بشي مكان برات البلد، محفوظ بأيادي أمينة. وأوليك فوسكو بوينيكوف أو أليكسي دوبوف طلب منا بنفسه يروح على السجن. ما عاد في شي ضدك. شكراً لألك، صار فيني أقدم وراء الطلاق بأمان. على الأرجح رح تكون المحكمة بصفك، ورح يضل ابنك معك. بتمنى هالشي، بس ممكن يعارضوا لأني بلا شغل. فيني أعرض عليك شغل؟ علي؟ هو مانو عرض كبير، بس أحسن من بلا. لجنة التحقيق بحاجة لمستشارين للقضايا الثقافية والتاريخية. متأكد أني مناسبة؟ كتير متأكد. أنت بتعرفي كيف تصنفي كل شي بدقة، هيك قدرنا نتعامل مع قصة صندوق أفاكوم، وهالشي كمان ساعدهم بشغلهم. عن جد؟ إيه، ساعدني أندري لابين أوصل لأوليك فوسكو بوينيكوف. كان بيعرفه؟ غريب. كان عندهم صديق مشترك، بس لابين نكر هالشي بالأول فاضطريت خوفه، وبعدين ذكر شي اسمه دم ذهبي. ما فهمت شو هو دم ذهبي. أنت متأكد؟ إيه متأكد. يمكن قصده تشبيه، بس ما بعرف. بعرف كان في منظمة سرية بهذا الاسم. وبتعرفي عن منظمات سرية كمان؟ كتبت رسالة الدكتوراه عن تأثير المنظمات السرية على تطور ثقافة العالم، لهيك بعرف. وقريت شوي عن الدم الذهبي، مع العلم إنه ما حدا سمع شي عنهم من عشرينات القرن العشرين. كانوا مفكرين إنه الدم الذهبي خرافة،
أسطورة مؤامرة مو أكتر. شكلها كانت أسطورة مخيفة. لابين كان خايف وقت كان عم يحكي لي عن الدم الذهبي. شكراً على التوصيلة. جيبي ميشا وناطركن. فينا نروح مشي من هون، الساكنين قريب من هذا الشارع. طلعتي من بيت زوجك؟ شو قال؟ هو ما بيعرف إنه طلعنا. قلت له إني رايحة إجازة أنا وابني على دار رعاية. كذبتي عليه؟ ما كان رح يسألني لوين لو كنت لحالي بس مع ميشا. ما كان رح يخليني أخده، ممكن يقدم شكوى إنه الطفل مخطوف. وبعدين أنا ما كذبت. بالنسبة لألي شقة جديدة لو كانت غرفة هي دار رعاية. وهذا رأيي، بس عندي طلب واحد، إنه ما تحققي بشي تاني لحالك، بس تحت إشرافي. بشوفك بالشغل بكرة. وأنا جاهزة. عم ترفسني برجلك؟ يا ما بعمل هيك شيء، ما بقدر، ما عم بقدر وقف، ما عم تزبط معي. معيب. أنا ما رفستك، ما رفستك.